إذن هو في الحقيقة A هو عدد النويدات وعنده تسمية أخرى نقدروا نطلقوا عليه هو عدد الكتلة. نقدر مثلا في المعطيات يقول لك عدد كتلة الذرة الفلانية قد وقد، إذن خصك تعرف اللي هي A. إذن نمبر دو نيوكليون عدد النويدات، فوالا نمبر دو ماس عدد النويدات ولا نمبر دو ماس بالفرنسية. الزد، الزد الاسم الأساسي ديال الزد في الحقيقة هو العدد الذري، يعني أنت ملي تسمع العدد الذري لواحد الذرة شنو خصك تعرف اللي هي الزد. إذا العدد الذري لو نيميرو أتوميك، العدد الذري هو لو نيميرو أتوميك أولا عدد البروتونات كما شفنا دابا. إذا الزد إما هو نفس عدد الذري أو نقدر نسميه عدد البروتونات نومبر دو بروتون، أو عدد الشحنة نومبر دو شارج. إذا هاد الأسماء الثلاثة بهم عندهم نفس الدلالة اللي هي الزد، نومبر دو شارج عدد الشحنة عدد البروتونات أو العدد الذري. إن تو سامبلومون هو عدد النيترونات، إن هو عدد النيترونات، بحيث أن عدد النويدات او عدد الكتله يساوي العدد الذري او عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. هذه العلاقه خصني نعقل عليها. الا بغينا مثلا نرمز لواحد الذره لو سامبول او الترميز السامبول لواحد الذره رمز الذره، دونك الرمز العنصر الكيميائي كنرمزو له باكس ا زد. اذا شنو هو اكس؟ هو العنصر الكيميائي ليليمون شيميك، اكسجين الهيدروجين الحديد اليورانيوم. ا هو نومبر دو نوكليد عدد النويدات، والزد هو العدد الذري او عدد البروتونات. يعني مثلا نعطيو مثال اكسجين، اكسجين 8 16 اش كتعني؟ كتعني ان ا ديالو يساوي 16. الى عطاك مثلا في المعطيات اكسجين 8 16، اذا اكسجين 8 16 هذا العدد اللي كيكون هنايا هو 16 هو ا، وهذا العدد اللي كيكون هنايا هو زد. اذا زد الاكسجين شحال كيساوي؟ 8. العدد الذري للاكسجين هو 8. شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي خصني نجبد ان. شنو هو ان؟ ما هذه العلاقه؟ ان هي ا ناقص زد. اذا ان هي ا ناقص زد. شحال هي ا؟ ا هي 16، وشحال هي الزد؟ هي 8. اذا سنستنتج ان ان 16 ناقص 8 هي 8، وبالتالي ا تساوي 16، زد تساوي 8، وان تساوي 8. حنا جبدنا عدد النويدات نومبر دو نوكليون، العدد الذري او عدد البروتونات او عدد الشحنه، وعدد النيوترونات. اذا كنقدروا نجبدوها من المعطيات مثلا عطانا واحد العنصر كيميائي.